مشاهدينا الاعزاء، ننوه الى هذا الخبر العاجل الذي ورد الينا، حيث اعلن المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه السفير بسام راضي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه في شرم الشيخ. إذا نعيد على حضراتكم مشاهدينا الأعزاء هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا، حيث أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في شرم الشيخ.